في لوحة اللمس على هاتفكم سامسونج. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والبحث هنا عن إمكانية الوصول. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تحسينات إمكانية الرؤية، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على لوحة اللمس. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل لوحة اللمس، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.